الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيه وبصمه في ظهر الموبايل. يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. اهلا بكم في قناه موبي سي. النهارده هنتكلم عن هاتف اوبو A8 وهنتكلم عن مواصفات الهاتف بشكل كامل والمميزات والعيوب الخاصه بالهاتف، ده غير ان هوضح في اخر الفيديو سعر الجهاز في مصر وفي السعوديه وسعر الجهاز عالميا. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه ويلا بينا نبدا الفيديو. مش شرط تشوف خمس فيديوهات عشان تعرف كل حاجه عن موبايل واحد، احنا هنا في قناه موبي سي حطينا لك كل ده في فيديو واحد، يعني من الاخر تقدر تشوف وسعر ومميزات وعيوب الموبايل وكمان مقارنه بين الموبايل ده والمنافس ليه. مواصفات هاتف اوبو اي 8، هنبتدي بالشاشه. الشاشه بتيجي من نوع اي بي اس ال سي دي. الشاشه بتيجي بحجم 6.5 بوصه بجوده اتش دي بلس وبدقه 1600×720 بكسل ومعدل كثافه بكسلات 270 بكسل لكل انش. حواف الموبايل متناسقه وشكلها كويس جدا، والكاميرا في الشاشه جايه على هيئه نوتش. الشاشه هتقدم لك اداء كويس جدا ومش هتقابل منها اي مشاكل، ولكن كنا نتمنى انها تكون فول اتش دي. الموبايل بيجي معالج ميديا تك هيليو B35. المعالج ده اداؤه قريب من معالج سناب دراجون 625. المعالج ده مش بيقدم افضل اداء في الفئه الموجود فيها الموبايل، وهنوضح الكلام ده في اخر الفيديو، ولكن رغم كده هيديك اداء كويس جدا في كل حاجه زي التصفح بين التطبيقات والالعاب، وكمان هتقدر تشغل لعبه ببجي بدون اي مشاكل على اعدادات اقل من المتوسطه. الموبايل بيجي بنسخه واحده وهي 128 جيجا مساحه داخليه مع 4 جيجا رام، وكمان الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لحد 256 جيجا. بالنسبه للكاميرات، الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، الاولى 12 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، والثانية 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا، الثالثة 2 ميجا بكسل ودي للعزل أو البورتريه. الكاميرا الخلفية بتدعم تصوير فيديو بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية. الموبايل بيجي بكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية هنا بتصور فيديو بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. البطارية هنا بتيجي بحجم 4230 ملي أمبير، البطارية هتقدم لك أداء ممتاز في كل حاجة وهتقضي معاك اليوم كله بدون أي مشاكل، ولكن للأسف مش بتدعم الشحن السريع وده هيخليها تاخد وقت كبير في الشحن. الموبايل بيجي بأندرويد 9، الموبايل بيدعم منفذ السماعات، منفذ شحن الموبايل بيجي من نوع تايب سي. ظهر الموبايل بيجي من البلاستيك من ماده البولي كربونات، وعشان تحافظ عليه لازم تركب له جراب، وده لان البلاستيك بيخش بسهوله. الموبايل بيدعم مستشعر البصمه مكانه في ظهر الموبايل. مميزات موبايل اوبو اي 8، البطاريه تقدم لك اداء كويس جدا، الموبايل بيدعم منفذ السماعات، الموبايل بيدعم منفذ تايب سي، الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، الموبايل بيشغل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت. عيوب موبايل اوبو اي 8، ظهر الموبايل سهل الخش وده لانه بيجي من البلاستيك، كانت المفروض تكون دقه الشاشه فول اتش دي. الموبايل مش بيدعم الشحن السريع، المعالج ده مش بيقدم افضل اداء في الفئه الموجود فيها الموبايل، وهنوضح الكلام ده برضه في اخر الفيديو. ودلوقتي هوضح سعر الموبايل في مصر وفي السعوديه وسعر الجهاز عالميا. سعر الموبايل الرسمي بالدولار نسخه 128 جيجا مساحه داخليه و4 جيجا رام $170. سعر الموبايل المتوقع في مصر نسخه 128 جيجا مساحه داخليه و4 جيجا رام 3500 جنيه. سعر الموبايل المتوقع في السعوديه نسخه 128 جيجا مساحه داخليه و4 جيجا رام 800 ريال. عايز اوضح ان السعر بالدولار ده السعر الرسمي للموبايل، ولكن السعر في مصر وفي السعوديه دي مجرد اسعار متوقعه ومش اسعار رسميه، وده لان الموبايل لسه ما نزلش مصر ولا السعوديه. واخيرا، هل الموبايل ده افضل حاجه في الفئه السعريه دي ولا في افضل منه؟ شاومي نوت 8 يعتبر منافس قوي جدا لموبايل اوبو اي 8. قبل ما ابتدي اعمل مقارنه بينهم، عايز اقول ان احنا هنا في قناه موبي سي عملنا مراجعه شامله لموبايل شاومي نوت 8، هتلاقوها من اللينك اللي هيكون تحت في الفيديو او من خلال الايه اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. لو هنتكلم على الاداء، هنا اوبو بيجي معالج ميديا تك هيليو B35، وشاومي بيجي معالج سناب دراجون 665، وهنا معالج شاومي يتفوق. اوبو بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس، وشاومي بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس، وهنا شاشه شاومي تتفوق بسبب انها فول اتش دي بلس. اوبو بيجي ببطاريه 4230 ملي امبير، وشاومي بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير، وهنا التفوق كله صالح اوبو. اوبو لا يدعم الشحن السريع، ولكن شاومي يدعم الشحن السريع، وهنا التفوق كله صالح شاومي. اوبو يدعم تصوير فيديو بالكاميرا الخلفيه بجوده فول اتش دي، وشاومي يدعم تصوير فيديو بالكاميرا الخلفيه بجوده 4K، وهنا التفوق كله صالح شاومي. اوبو بيجي منفذ شحن مايكرو يو اس بي، وشاومي بيجي منفذ شحن تايب سي، وهنا التفوق كله صالح شاومي. تعالوا بقى نشوف فرق السعر ما بينهم. مع العلم ان سعر اوبو ده سعر متوقع، وده لان الموبايل لسه ما نزلش مصر، انما شاومي ده سعر رسمي ولان الموبايل نزل مصر بالفعل. سعر اوبو المتوقع نسخه 128 جيجا مساحه داخليه و4 جيجا رام 3500 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخه 128 جيجا مساحه داخليه و4 جيجا رام 3333 جنيه. وبرضه عايز اكد عليك ان سعر اوبو ده سعر متوقع، يعني ممكن ينزل اقل من كده او اكتر من كده. توضيح بسيط، من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع ده هتقدر تقارن بين اي جهاز وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. رابط الموقع هتلاقيه في الوصف. وفي اخر الفيديو لو في موبايل معين عايزين نعمل له مراجعه، اكتب اسمه في التعليقات. كمان مستنى رايك في موبايل اوبو اي 8. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.